بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس محمد سويد. بدرسنا إن شاء الله رح نكمل الماتيريال اللي كنا عم نشتغلها. طبعا اشتغلنا بالدرس اللي قبله ماتيريال الجدار الأبيض، ماتيريال الإطار اللي هون اللي نرمادي، ماتيريال الزجاج، وماتيريال الخشب. رح نكمل اليوم إن شاء الله بآخر الماتيريال اللي عنا. رح نبدأ بالماتيريال التايلز اللي على الجدران الثلاثة اللي هون. تمام، رح أروح هلأ رح أشوف الماتيريال أنا اللي عندي. ندخل على تايلز، تمام، بلاقي في عندي كذا صورة للماتيريال نفسه. تمام، في عندي لون، في لونين مختلفين مثل ما شايفين. في عندي الديسبليسمنت والكلوسنس والنورمال بامب، تمام، وفي عندي ريفليكت. رح نشوف كيف رح نشتغل فيهم. مثل هيك ماتيريالات أنا بكون منزلها بتنزل معاها باقي الاليمنت الكاملة، بتساعدني أنا بالشغل أكتر. فرح أفتح قائمة الماتيريالز، رح أخذ ماتيريال جديدة get material، رح أنزل على vary material، رح سميها tiles. تمام، رح أدخل على الديفيوز. أول شي رح أجيب صورة التايلز اللي هي صورة الديفيوز الملون. فوت على الجنرال بيتماب، راح ادخل عندي تكسر على تايلز، راح اخذ هاي الصورة. تمام، راح اطلع خلفية زيادة، برجع لورا. بالنسبة للرفليكت انا بشوف انه هون في عندي صورة رفليكت، وراح اخذ الصورة نفسها. ممكن اسحب حتى الصورة هيك لو ما بدي اعذب انا حالي، ممكن انا اسحبها هيك مباشرة، حطها هون، بلاقي حط لي اياها. تمام، بلاقي ما كتير اثر لي على الانعكاس. ممكن انا اذا حبيت اعدل عليها، ممكن انا اعدل عليها مباشرة اذا كبسنا هون واخدنا color correction. تمام، اذا انا عملت لها رح افرد الصورة لحتى تبين معي اكتر. ممكن انا مثلا ازيد الرقم اللي هون، ازيد رقم RGB 300 مثلا 500. تمام، برجع هيك بلاقي صار يعطيني انعكاس اكتر. برجع لورا، ممكن انا الجلوسنس كمان في عندي صورة للجلوسنس، ممكن انسخها لهون. تمام، بلاقي كمان تأثيره كتير خفيف على المادة، فممكن انا كمان ادمج بين الجلوسنس بالرقم وجلوسنس بالماب، ممكن اعمله 0.8. تمام، بنزل لتحت على المابس، عند الكلوسنس بلاقي ممكن انا اسوي مثلا 50% بحيث ادمج لي الاثنين سوا. احطه بلاين. تمام، بطلع لفوق مرة تانية. تقريبا انا الرفليكت صار عندي جاهز. الرفليكت كتير خفيف، ما في تأثير رفليكت قوي، يعني مثل ما احنا شايفين تأثير الحجر مثل ما احنا بنعرف انه بيكون الانعكاس فيه خفيف. ننزل لتحت على البامب. بالنسبة للبامب هون، البامب انا عندي اياه نورمال بامب. تمام، هذا بيجي لونه ازرق. النورمال بامب انا ما فيني احطه مباشرة على البامب، انا راح افوت على المابس تبع البامب، وراح اختار من الفيري فيري نورمال بامب. بيعطيني خيارين اللي هو النورمال بامب والبامب العادي، النورمال ماب والبامب ماب. تمام، فانا ممكن انا احط النورمال ماب، احط على التنتين. تمام، ف راح اخد بيت ماب نورمال بومب. تمام، مثل ما ملاحظين تأثيره كبير على المادة، هو بكون راح انسخه على البومب، اعطيه كوبي. تمام، ممكن انا ازيد الرقم هذا، اعمله مثلا 20، بلاقي ظهرت عندي التضاريس تبع المادة، ما راح احطه انا هيك، راح احطه مثلا 10 أو 8. تمام، اخر شي عندي الديسبليسمنت، بفتح الديسبليسمنت من هون بيت ماب، راح اختار الصورة تبع الديسبليسمنت. تمام، طبعا ما بنحطها نحنا شدة كبيرة، راح خفيفة، راح ساويها مثلا 2. تمام، بس بحيث يعطيني التباين الخفيف الموجود هون. تمام، راح احدد هدول البوكسات الثلاثة، راح اكسيهم، افعل زر شو شادد ماتيريال،
هاخد الايزوليت اشوف كيف عم يطلعوا معي. تمام، مثل ما شايفين رح اعملهم يو في دبليو مع واحد، حدد الثلاثة. تمام، بعمل لهم يو في دبليو ماب بوكس. ممكن بلش انا مثلا 200 200 200. تمام، راح احطها 250. تمام، تقريبا عن الماتريال عندي صارت جاهزة. راح نجرب طبعا، راح اعملهم جروب واحد مثل ما كنا عم نعمل بالدرس الماضي. راح اعمل جروب واحد سميه صفر صفر واحد تايلز. تمام، راح اروح على رندر سيت اب، وبروح على جلوبال سويتش اكسكلود، راح اضيف لقائمة اكسكلود التايلز اللي عندي هون وقول اوكي. تمام، راح اقرب الكاميرا اكتر، راح انسخ الكاميرا هاي اللي عندي نفسها بالاعدادات تبعها. مثل ما حكيت انا هون عندي فيري نيكست، فيري فيزيكال فيري كاميرا عندي اياها موجودة. مثل ما حكيت اللي ما موجودة عنده او ما عنده فيري نيكست ممكن يحط اعدادات الكاميرا من الانفايرمنت. فراح اكبس شيفت وراح اقربها لهون كوبي. تمام، راح اخذ هاي اللقطة هيك ونزل فيها لتحت شوي. نحن مفعلين طبعا خيار الاوتوماتيك فيرتيكال تايلت حتى يعطيني خطوط الشاغل اللي متعامله مثل ما شايفين. تمام، قرب شوي بهالشكل ما نشوف كيف الماتريال عم تطلع عندي. راح اعمل تيست للرندر. تمام، مثل ما شايفين مثل ما ملاحظين هون الحواف كتير حادة. وقت بتشوف مثلا انا هيك شغلة عندي اياها الحواف كتير حادة فيها، ممكن انا اعمل شامفر للايدج حتى تخف الحدودية تبع الحواف. تمام، يكون شوي فيها سموث اكتر. واقف الرندر، هاخدهم ايزوليت هدول الثلاثة مع بعض. تمام، نفك او بنعمل اوبن للجروب. تمام، احدد كل شيء ايدجز موجودة عندي وبعمل لهم شامفر. تمام، بسيط شامفر مثلا 2. راح اعمل الـ مثلا 10 مثلا عشان يعطيني زاوية لافة مثل ما شايفين. احدد كمان كل الايدجز هون، اعطيه كمان شفر 2 10 10 تقطيعات حتى يعطيني الزاوية لافة. راح نجرب البندر على نفس الكاميرا. راح اجرب رندر انا بهالاطار بس نشوف كيف بيطلع معنا. بس راح ازيد بالماتيريال اللي عندي هون، راح ازيد الديسبليسمنت شوي، راح احطه 4. تمام، نشوف كيف تطلع معنا المادة. مثل ما شايفين اهم شيء الحواف، انا صارت عندي اياها ناعمة، ما عاد صار في حدية بالحاف اكتر. ممكن أنا أعتمد الماتريال بهالشكل. تمام، راح انتقل للماتريال الثاني. عفوا، راح انتقل للماتريال الكونكريت اللي بالرصيف هون. تمام، راح ناخد كمان جيت ماتريال فيري ماتريال
أول شيء رح نعمله طبعا موجود عندنا إياها كمان لحالها هون كونكريت. في عندنا صورة الديفيوز، صورة displacement أو ممكن نحن نستخدمها بالبمب، وصورة ال السبيكولار اللي نستخدمها لرفلكت. فأول شيء رح أعمل فوت على الديفيوز بيت ماب، برجع لورا على الكونكريت ديفيوز أول صورة ولو أوكي. راح أحط الخلفية، نرجع لورا، راح دخل بالرفلكت. مثل ما حكينا نحنا بمعظم المواد اللي فيها تفاصيل بندخل رفلكت صورة. راح أخذ صورة سبيكولار ولو أوكي تمام، وراح نسخها على جلوسنس كمان أعطيه أوكي. مثل ما شايفين الانعكاس ما نوع عم يعطيني درجة واحدة، عم يعطيني أكتر من درجة. راح أحطها، راح أخفضها أكتر من هيك 1.4 تمام. بنزل لتحت بعطيه بلاين حتى يخفف لي أكتر، فوت على المابس وبعطيه بالبمب بيت ماب، باخد صورة الديسبليس. كما شايفين أعطاني تضاريس شوي للشكل عندي. راح أخلي البمب 30 تمام. راح شوي نعدل على الرفليكت، راح أدمج شوي بين اللون والماب. راح أحط لون بالنص تقريبا تمام. راح أنزل تحت على الرفليكت، راح أحطه 75% تمام، بحيث 50 تمام. بحيث تقريبا أنا زيد شوي بالانعكاس تمام. راح نطبق الماتريال هون مثل ما شفنا نحن عنا تمام. ممكن نطبقها على الدرج كمان، فراح اخذ الدرج معاها، راح اقول له assign material to selection وراح افعل هذا الزر. نطبق ال UV دبليو ماد بوكس مثلا 300 300. طب انا لو حبيت مثلا يكون التقطيعات ظاهرة عندي مثل ما هون عندي اياها، انا في عندي تقطيعات هيك، فممكن انا اعمل روتيت للماتيريال. مثل ما حكينا بنفعل الجيزمو وبعمل روتيت، مثل ما شايفين صار في عندي تقطيعات ظاهرة على الرصيف. طب راح صغيرها اكتر انا، اساوي 200 200 200 تمام. حركة هيك شوي تقريبا بهالشكل تمام بهالطريقة تمام. راح اعمل جروب سميه 01 كونكريت تمام. راح اخذ الكاميرا 2 وادخل على الاعدادات الرندر كمان نفس المبدأ، راح شيلها من ال override ولا اوكي راح اخذ هاي النقطة اللي هون، هذا الجزء اللي هون نجرب نرندره تمام. كما شايفين تقطيعات عنا ظاهرة، كونكريت صار عنا جاهز بإذن الله تمام. راح أوقف الرندر هنا، راح نتابع شغلنا. راح أشتغل ماتيريال الحجر الموجودة جوا مثل ما شايفين هون تمام. هلا أنا راح أدخل على ماب جديدة، طبعا هاي كمان الموجودة بقلبها. إذا فتنا عن pavement بلاقي في عندي الكلر، بلاقي في عندي displacement 2 وفي عندي reflect. فراح أدخل أنا وأعطيه gray material. راح أخذ بالديفيوز bitmap
بدخل على البيفمنت وبدخل بختار البيفمنت كلر. تمام، برجع لورا، راح احط بالرفلكت، عندي صورة رفلكت فراح احطها بيفمنت رفلكت، والله اوكي، بنسخها على جلوسنس كوبي. تمام، راح ادمج شوي، تمام. بالنسبة إلى ديفيوز وريفلكت جاهزين، بنزل على البامب، راح انسخ بالبامب، راح انسخ صوت الديفيوز نفسه كوبي. ملاحظين أعطاني خشونة للحجر، تمام، راح أخليه 30. بالنسبة إلى ما راح استخدم الديسبليسمنت بالماتيريال، راح استخدم الديسبليسمنت هالمرة بالإليمنت نفسه، تمام، بالموديفاير. فهل انا رح احدد هاي، رح اكسيها فاعل، تمام، رح اخده او بدون ايزوليت، تمام، يوف دبليو ماب. اول حركة من نقدر نعملها، نعملها مثلا 300، تمام، تقريبا هي مناسبة. رح اطبق هلا الديسبليسمنت على الاليمنت نفسه، رح افتح قائمة الموديفاير، بكبس دي او في غير displacement مود. طبعا الخيارات اللي هون موجوده عندي اللي هي التايب، ال 3 دي بيطول كتير فانا بخليه 2 دي. التكستشر ماب اللي انا راح استخدم فيها او اختار فيها ال displacement اللي عندي، انا في عندي صورتين مثل ما شايفين، في وحده اغمق من وحده، في وحده مركزه على الحجر والتانية مركزه على العشب اللي بين الحجر، فانا ممكن ادمج بين الاثنين سوا، وبختار بالتكس ماب بدل ما اختار بيت ماب، بفتح وبختار ميكس ماتيريال اسمها ميكس، تمام، رح انسخها لهون، بعطيه انستانس مشان اذا عدلت هون يعدلي مباشرة على الفيري ديسبيسمنت مود، بحط له اوكي. طبعا الميكس هو شو بيستخدم، بيستخدم لي بيت ماب او مابتين مع بعض، ممكن استخدم انا مابتين بنفس الوقت وحط النسبة بيناتهم. فانا بختار اول شيء الصورة الأولى، أعمل أوكي، برجع وبختار الصورة الثانية، تمام، أقول أوكي، برجع. هلا أنا صار في عندي دمج بين التنتين، طبعا لسه ما صار في دمج، أنا لازم أحط النسبة هون أول 50%، بلاقي صار في دمج بين التنتين، تمام. هلا رح أحط أنا الإعدادات بالنسبة للديسبليسمنت، طبعا في عندنا الأماونت اللي هو قديش نسبة الرفع، قديش بدي أرفع أنا بالديسبيسمنت، فممكن انا احط له 3 سم، تمام. ممكن الشيفت قديش بينزل لتحت، انا احط له مثلا ناقص 1، تمام. وتقريبا هيك المادة صارت جاهزة عندي، كما شايفين عملنا ماتريال بومب بدون ديسبيسمنت، ديسبيسمنت طبقناه على الاليمنت نفسه من خلال الفيري ديسبيسمنت مود، حطينا التايب 2D، عملنا ميكس بين الصورتين الديسبيسمنت اللي عندي، وعملنا الأماونت، تمام، أو الشدة. رح أروح هلا على الكاميرا، تمام، رح كمان أجرب أنا أنسخ وأعمل كاميرا جديدة تكون أقرب. رح أنسخ هاي الكاميرا نفسها، أنا دائما بحاول أنسخ كاميرات عشان ما أرجع أعمل إعداداتها، تمام. رح أحطها هون، تمام، وقربها عندي مشان يبين عندي الحجر أكتر، تمام. هلا بالنسبة لي راح ألغي الـ override material، ما عاد في داعي تقريبا، يعني كسينا معظم المشهد، فراح ألغي الـ override material، تمام، طفيناها، وراح رندر، جرب رندر بشكل عادي. طبعا وقت انا لغيت الاوفرايد ماتيريال بلشت تظهر عندي الجو تبع اللقطه، لانه صار في عندي الالوان الخضراء موجوده، الوان الشجر، تمام. راح نشوف طبعا مثل ما ملاحظين الحجر عندي في له نفور واضح، يعني طبعا دائما بتقل الرندر حجر او اي شيء في displacement.
مثل ما ملاحظين الحجر ظاهر مظبوط إنه في تضاريس، طبعا دقة الصورة ما بتسمح إنه تبين التفاصيل، بس يبين معنا كيف في عندي ارتفاع بالحجر مثل ما ملاحظين، وبشكل متباين ما كلهم بنفس الارتفاع، لأنه صورة الديسبليسمنت اللي أنا عملت ميكس بيناتهم في عندي تباين بالألوان ما لون واحد، فهذا الشيء بيعطينا واقعية أكتر بالشغل. مثل ما ملاحظين هون الانعكاس شوي تبع الخشب شوي يعني كتير، في عندي هون فروق بالارتفاع، هلا بنقدر نعدلهم ما في مشكلة. طبعا النويز هذا اللي عم يطلع عندي ممكن أنا أعدله بالسب ديفيجن تبع مادة الخشب، ممكن أنا أزيد السب ديفيجن تبع مادة الخشب أعمله مثلا 16 أو أكتر حسب أنا قديش ممكن أستنى اللقطة. ممكن بالنهاية نحنا في عنا شيء بنقدر نحنا نفعله بإعدادات الرندر بنحكي عليه كمان، اللي هو الدينويزر، كمان بيساعدني أنا إني أخفي النويز الموجود عندي باللقطة. تمام، على هيك بالنسبة لإلي تقريبا الماتيريال عملتها، بقى عندي الماتيريال تبع الشارع اللي هي تمام ماتيريال الشارع اللي هي أنا كمان محمل التكستشر تبعها راح نشوفها هلا ممكن كيف نشتغل فيها. تمام، برجع لورا باخد الكاميرا الأولى كنت عم بشتغل عليها مشان تظهر عندي الشارع. كمان شايفين تقريبا إن يعني كسينا معظم المشروع، في عندي بعض الأمور اللي ما هسه ما كسيتها مثل هاي مثلا راح أعطيها اللون أبيض. تمام، في عندي السقف هون كمان راح أعطيه لون أبيض. تمام، في عندي الأضبان اللي هون راح أعطيها لون أبيض كمان. الأرضية هون جوا تمام كمان راح أعطيها لون أبيض، يعني معظم الأمور المبتهمنة أعطيها لون أبيض. تمام، لسه في عندي هون بعض هدول الأعمدة نعطيهم لون الأسود، طبق لنا UVW Map لأنه طبقنا نحن مثل ما حكينا فيها خريطة، فأنا لازم أطبق لها UVW Map بوكس 300. تمام، تقريبا المشروع كله طبقنا عليه ماتيريال، بقى عنا بس ماتيريال الشارع. تمام، ماتيريال الشارع يعني هي موجودة عندي هون بالأسفلت. تمام، في عندي صورة بومب لتفاصيل صغيرة كتير بتعطي جمالية بالماتيريال، شايفين هيك تفاصيل صغيرة كتير بتعطي جمالية. في عندي صورة الديفيوز، ما ملاحظين الصورة هي بالأساس فيها تفاصيل كتير بتعطينا واقعية. دائما أنا بحب أختار يعني الماتيريال تبع الشارع، خاصة إذا كان أنا عندي لقطة قريبة من الشارع فأنا راح يطلع عندي جزء كبير من الشارع، فلازم يكون الماتيريال المختارة تكون محاكي الواقع، لأنه بالواقع ما في عندي شارع نظيف تماما، ما في عندي شارع ما في أي ترقيعة مثل ما بنقول نحنا، فيعني ممكن نحن حتى نحاكي الواقع أكتر، فلازم نختار ديرت أو يعني تكسر قريبة للواقع. تمام، في عندي الديسبليسمنت، تمام تفاصيلها خفيفة الديسبليسمنت والجلوسنس والنورمال تمام والرفلكت. رح فوت أول شيء مثل العادة رح آخد فيري ماتيريال، رح اختار سامي شوي. تمام، رح نرجع على شغلنا بمادة الاسفلت. اول شيء رح نحط الديفيوز بتماد مادة الديفيوز. تمام، رح افتحها وحط خلفية. تمام، طبعا إذا حسيتها شوي أنا هون غامقة ممكن أنا أفتحها مثل ما حكينا بالكلر كوركشن. تمام، راح أجربها هلا أول شي، بعدين إذا حسيتها غامقة فتحها. برجع لورا بنحط بالرفليكت بتمام
reflect اي closeness اي reflect. اقول له اوكي، ارجع لورا، احط ال closeness بدي احله closeness. تمام، تأثير خفيف كتير. ننزل لتحت على المابس، نحط البامب. طبعا مثل ما حكينا هون في عنا نورمال بامب، فراح اختار نورمال بامب. تمام، حط بالاولى النورمال بامب اللي عندي هنا، ناخذ بيت ماب، اختار نورمال بامب بالثاني. تمام، بالثاني راح اختار بامب اللي بيعطيني التفاصيل. تمام، طبعا راح زيد الشدة لحتى يبين معي مثلا 10 مثل ما ملاحظين. وقت اللي زدته بلاقي هون انا عندي في تفاصيل ظهرت اكتر، في شيء بين اكتر. ممكن انا بالنورمال بامب كمان زيدوا عملوا 2، شايفين حتى بالنورمال بامب كيف عم يعطيني هون تفاصيل الرقعة الموجودة بالشارع. تمام، راح ارجع لورا وراح احط الديسبليسمنت اخر شيء بيت ماب displacement. اوكي، طبعا displacement كتير زايد، ممكن اساوي مثلا 0.4 ما اكتر. تمام، مشان ما كتير يطلع منفوخ الماتيريال تبع الشارع. اذا حبيت انا اعمل انعكاس اكتر للماتيريال، ممكن ما اعتمد على هيئة، ممكن حتى نفسها هي انا افتحها اكتر. تمام، حط correction advanced، بزيد هذا الرقم مثل ما حكينا، زدناه بيزيد أو بيفتح الصورة مثل ما شايفين هون عم تفتح عند الصورة. حطه 1000. تمام، ممكن ألعب كمان بصوت الجلوسنس. تمام، كمان ممكن أنا أروح على advanced حطه مثلا 600. تمام، لحتى أزيد شوي أنا الانعكاس، وممكن كمان ادمج شوي بهدول. طبعا انا هدول ما راح يظهروا عندي لحتى انزل لتحت واعدل على الهوسنس 50 مثل ما شايفين، الرفليكت كمان 50. تمام، هيك تقريبا صار في عندي شوية، يعني في شغل شوي، في صار عندي شوية انعكاس. تمام، ومثل ما حكينا بالنسبة للسب ديفيجن لازم فعلها لحتى اقدر عدل على الدقة. تمام، راح اكسيها المادة، فعل هذا الزر، راح اكسيها المادة هون على التوب، بنشوف اعطيه في دبليو ماب. تمام، بوكس راح احط مثلا 1000 1000 1000. تمام، راح احط راح زيد هاي، راح اساوي 1500. تمام، تقريبا هيك بالطريقة. شوف كيف رح تطلع عندي إذا أخذنا كاميرا واحد. تمام، رح رندر، شوف كيف تطلع عندي اللقطة. شايفين مثل ما حكينا التكستشر تبع أو اللون تبع الشارع غامق كتير، فأنا رح فتحه، رح فوت على الديفيوز تبعه نفسه، رح أحط راح بس هون اختار color correction keep old. اوكي، تمام، راح اشوف كيف راح يطلع تأثير التفتيح اللقطة. ممكن انا اساوي هذا الرقم 2. تمام، هيك فتح كتير. ممكن اساوي 1.6. تمام، لا يعني 1.4. تمام، رح نجرب هيك نشوف كيف تطلع معي. أحدد الشارع. تمام، حامل رندر. كمان ملاحظين يعني وضحت أكتر، كان كتير غامق الشارع. كمان نشوف هون تفاصيل يعني الدقيقة هون كيف عم تطلع عندي. تمام، تمام، مثل ما انا حابة، يعني مثل ما انا بدي اياها، بدي يكون الشارع فيه تفاصيل دقيقة،
مع إنه أنا عندي إياها الشارع أخذ جزء من اللقطة كبيرة. تمام، لحتى أزيد جمالية الشارع شوي أنا ممكن أحط كما شايفين هون مثلا بعض الأوراق شجر، يعني طبعا أنا بحطهم باستخدام الفورست. تمام، ممكن أنا أدخل على الفورست ايتو سوفتوير، باخد فورست برو، بس باخد سيلكت، حفوت على هاي المكتبة اللي هي الفلاور اند جلاس، انزل لتحت هختار مثلا هاد نارتين، راح فاعل اوتو جريد واختار على الشارع اللي نو. تمام، وزاليا هو طيب طريقة عشوائية. أنا ممكن نضيف على هاي الطريقة العشوائية مثلا إني أركز على عند الرصيف هون مثلا، أو حد الكاميرا قريب من الكاميرا بحيث أنا يعني أعطي جمالية أكتر للقطة. ندخل على الإعدادات، فوت على الـ Items Editor، نكبس على خيار الشجرة وقول له يس، وبحط زر الـ Add. تمام، وبزيد عندي مثلا مثل ما حكينا الأماكن القريبة للصيف. طبعا هي بشكل عشوائي، نحن ما كتير ندقق بالموضوع. تمام، ممكن أنا أزيد شوي هون قريب للكاميرا، نرجع تراجع. تمام، تراجع خلاص، حاجة كفي. تمام، راح أطفيها، راح أعمل بترانسفورم، راح أفعل خيار ترانسليشن اللي هو بيعطيني تزايح شوي عشان يعطيني كمان يعني عشوائية أكتر. فعل زر الروتيشن كمان بيعطيني عشوائية أكتر، والسكيل كمان بيفيدني. راح أجرب الأرندر على نفس اللقطة بنفس الإطار. مثل ما شايفين تعطينا جمالية شوي. طبعا في عندي مشكلة هون، انه انا في عندي displacement مادة الشارع، لهيك غطت شوي على يعني صار في ارتفاع، يعني صار في سماكة اللي هي حطيناها 0.4. فانا ممكن هلا اطلع على اعدادات الفورست على الجيومتري، نختار اللي حطيناه نحنا، بنزل تحت شيء اسمه زد اوفسيت، ممكن انا اساوي مثلا 0.3، برفعه على الزد 0.3 لحتى يظهر اكثر على الشارع. بالنسبه لي مثل ما شايفين المشهد يعني صار عندي واضح تقريبا، الماتيريال كلها كسيناها. ممكن انا اعدل هون تعديلات بسيطه على الانعكاس تبع الخشب، حاسه شوي يعني قوي، ممكن انا اخففه. نفتح ماده الخشب، ممكن اساوي هذا مثلا، او عفوا ممكن انا هذا ارجعه 1.6. تمام، ممكن اخفف شوي من الرفلكت 75%. تمام، 60 يعني، تمام هيك مقبول صغير. مثل ما حكينا ممكن ازيد السبليف جيت تبعه. راح اخر شيء تقريبا هيك عنا شغلنا صار جاهز. في عنا هون أسلاك، هاي أسلاك الكهرباء أنا ممكن أحطها كمان كجمالية يعني باللقطة، ممكن أنا أعملها باللاين. بالأخير راح أخد لاين، تمام راح أشيل أوتو جريد، راح أخد مثلا من هون لهون. تمام، فوت على إعدادات اللاين، راح أخد الفيرتكس، راح احط الفيرتكس، راح احدد كلها واعمل نقرة يمين، راح اختار سموث لحتى اذا ميلتها تطلع عندي اياها مايلة بشكل
منحني هيك، رح ارفعه لفوق تمام تقريبا هيك، رح اشوف على الكاميرا انا كيف حتطلع معي. تمام بهالشكل اختار انا الفيرتكس، بختار هذا الفيرتكس اللي هون وننزله لتحت شوي. مثل ما شايفين احنا مختارين سموث، لو كانت كورنر راح يطلع مثل ما شايفين إزابة، وأنا بخليه سموث تمام بهالشكل تقريبا، بطفيها وبرفعها على فوق تمام. راح انسخه أكتر من نسخة طبعا. بالنسبة لسماكته أنا هون آخذ اللي هو سماكة، يمكن أسوي صفرات اللي لا اثنين، خليها اثنين من الصوت مقبولة يعني تقريبا. نرجع الكاميرا تمام ما في مشكلة. راح انسخ مثلا 8 نسخ تمام تمام راح اخدن ايزوليت، راح احرك شوي فيه يعني ما راح اخليهم مثل ما هن. رفع وحدة منزل وحدة مثل ما شايفين يعني تقريبا بهالشكل. راح احددهم كلهم طبعا، بعطيهم اكسل لمادي وحده. ممكن اخذ مثلا فيري ماتيريال لون اسود او رمادي غامق هيك بهالشكل تمام، دون انعكاس بنشي راح احطه مباشره تمام. تقريبا انا هيك صار المشهد عندي جاهز، الماتيريال كلها صار ضفناها، البلوكات كلها ضفناها تمام، الاعدادات جاهزة، بس بدنا نعدل عليها شوي. ممكن انا مثلا ازيد دقة الصورة او ازيد قياس الصورة مثل ما حكينا نحن. طبعا كل ما رفعنا هدول الارقام الموجودين هون كل ما زادت دقة الصورة، لانه انا عم برفع قياس البكسل يعني عم زيد بكسل تمام. فانا مثلا اذا حطيتها مثلا 1200 حاليا انا لحتى اعمل رندر نهائي للقطة النهارية يعني 1200 مقبولة تمام. راح اروح على الفيري، ما في هون اعدادات، ممكن انا اساويها هي 32 تمام عشان النويز خفف لي منه شوي. ممكن انا فوت على جلوبال دي ام سي، عندي شيء مثل ما حكينا انا بفعل هذا لحتى اعدل على السب ديفيجن. ممكن احط الخشب 16، ممكن احط الشارع كمان 16 تمام، نزيد دقة، ممكن نحط الحجر 16 تمام، يعني لحتى نزيد دقة كمان. المعادن نفس الشيء، بنزل لتحت ما في عندي هون أي تعديلات تاني، بخليهم مثل ما هن الباقي تمام. بس راح أضيف بالرندر إليمنت، راح أضيف الإليمنت اللي راح أستخدمه بالفوتوشوب تمام. طبعا لسه في عنا الدرس الجاي درس الإضاءة الليلية، بس هلا انا راح اضيف هذول الاليمنت لحتى تكون اللقطة النهارية عندي جاهزة مشان درس البوست برودكشن. فانا راح احط من هون من رندر اليمنتس، راح احط اد في عندي اول شيء واهم شيء الفيري دينويزر، اللي هو حتى لو كان في عندي انا شوية نويز بالصورة بخليهم يعني ما في داعي انا رد زيد من السب ديفيجن مشان ما يزيد وقت اللقطة. فانا بالدينويزر هو لحاله بيعمل لي معالجة بعد الرندر لكل شيء نويز عندي باللقطة. فراح اضيف الدينوزر، راح اضيف الفيري لايتنج مشان الفوتوشوب بيفيدني بالفوتوشوب. راح اضيف كمان انزل لتحت رفلكشن انعكاسات، رفلكشن شفافية، فيري رندر اي دي بيهمني كمان اذا انا بدي اعدل على مثلا ماتريال معينة كمان. راح نشوف الفوتوشوب كيف السبيكولار اللي هي الانعكاسات اللمعات اللي بالانعكاسات كمان ممكن تفيدنا. تقريبا دهن حط له اوكي، فوت على الدينايزر. ممكن انا احط بالدينايزر ديفولت بريسيت مشان ما يعطيني يعني مشان ما يروح لي كتير بالتفاصيل، فبخليه ديفولت. تقريبا انا الاعدادات صارت عندي جاهزة بقياس اطار 1200 ب 1200 قياس اطار المربع. راح أعمل رندر نهائي
للقطة النهارية لحتى يكون في عندي أول لقطة عندي بالمشروع. مثل ما شايفين يعني اللقطة صارت واضحة، الشغل واضح. طبعا في شغلات بدها تعديل فوتوشوب، ما في داعي أنا يعني ما في داعي أنا والله كتير أعذب حالي مثلا خاصة بشغلة الإشباع بالألوان وهي الشغلات، ممكن أنا على الفوتوشوب أعدلها. تقريبا اللقطة صارت جاهزة كلقطة نهارية، راح أخليه يكمل رندر نشوف كيف راح نتعامل معه. تمام، هيك قرب يخلص عندي الرندر. تمام، بعد ما يخلص الرندر هلا بنشوف ملاحظين عنا بيعمل لي مرحلة للدينويزنج، روح لي فيها النويز مثل ما شايفين اللي كان عندي اياها. طبعا هاي ما عدلناها نحن، كان لازم نعدل ارتفاع الأعمدة، ما في مشكلة ممكن نعدلها بعدين. تمام، طبعا بالنهاية هو عطاني آخر شيء، عطاني element اسمه effect result. تمام، ال RGB color اللي هي اللي كان مرندر لي اياها فيها نويز مثل ما ملاحظين، ال effect result يكون روح لي النويز منها. تمام، ممكن تجي هي بأسماء تانية، ممكن تجي باسم فيريدي نويزر، ممكن يكون باللي ممكن يطبق لي اياها على الار جي بي نفسه. تمام، حسب الاعدادات اللي انا حطيتها بدي نويز، وحتى حسب نسخة الفيري. تمام، اخر شيء انا راح احفظ عندي اللقطة عندي. طبعا اللقطة اخذت عندي انا 9 دقايق 21 ثانية، تعتبر يعني جيدة تقريبا. بحفظ اللقطة، طبعا انا راح احفظ كل شيء element عندي، اللايتنج والرفلكشن والرفلكشن كلهم راح احفظهم بسيف واحد. راح ضل كابس هون، بختار سيف تو سبيريكال فايلز، يعني يعطيني يحفظ لي سيبريت فايل، يعني يحفظ لي كل النسخ الاليمنت اللي عندي اياها. تمام، بقول له اوكي. راح اعمل مجلد جديد سميه رندر. تمام، راح سيف، طبعا راح سميه 0 1. طبعا هون بدي انتبه لشغلة مهمة، بما اني انا هون طافي ال display colors in RGB، اذا شغلناها بنلاحظ الالوان كلها فتحت عندي، صارت الالوان فاتحة. فانا عم بشتغل على display، فانا عم بشتغل على هذا الخيار. تمام، انا بدي هذا الخيار، احفظ هذا الخيار، فبعطيه سيف هاي رندر 0 1، وبعطيه خيار بفعل override بخليه 1. تمام، بقول له طبعا بحفظه بصيغة تارجا مشان اقدر اشتغل عليه على الفوتوشوب، بيعطيني اعلى دقة. تمام، بقول له سيف، بعطيه اوكي مثل ما هو، ما مغير شيء، بعطيه اوكي. تمام، هيك انا بكون عملت اول لقطة عندي، اللقطة النهارية، وان شاء الله بالدرس اللي بعده راح نشتغل اللقطة الليلية. ومثل ما ملاحظين اللقطة النهارية يعني طلعت مقبولة، ماشي حالها. بالنسبة للماتريال مثل ما شايفين ماتريال الشارع مظبوطة بالبومب. تمام، ماتريال الكونكريت، الماتريالات التانية طبعا على الأقرب، على اللقطات الأقرب بتبين أكتر. التايلز، الخشب، الزجاج، كله صار عندي جاهز. إن شاء الله الدرس الجاي إن شاء الله راح نشتغل على الإضاءة الليلية، راح نشوف كيف راح نتعامل معها، ونشوف آخر شيء بالبوست برودكشن بالدرس اللي بعده إن شاء الله.